احنا بنصبر لحد ما ربنا يحكم بالعباد، ولكن اطمئن ايها المسلم ان النصر لينا 100%، وان الارض دي راجعه للمسلمين 100%، ونحلف على كده. لكن امتى؟ باي طريقه؟ لما ربنا يقدر. لكن احنا املنا في الله كبير، لكن هو ربنا قدر، لان ما دبروه لا يحدث الا برضه لو وافق قدر الله. اننا نبقى كده بهذا الشتات، احنا دلوقتي في لحظه ضعف، لكن ابشر. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، يعني ده الكلام ده لليهود، هيجيبهم من جميع انحاء الارض في الارض دي عشان يسهل للمسلمين مطاردهم وذبحهم. هم عارفين كده انهم هيتذبحوا على هذه الارض، درجه ان الاحبار اليهود اللي قارئين التوراه ضد الحركه الصهيونيه دي، بيقول انتوا كده بتسعوا الى القضاء على اليهود. فربنا ينجينا يا سيدي، ده قدر لازم ايه نصبر عليه لحد ما ربنا يزيح. لكن احنا متاكدين ان ربنا هيزيح. امتى بقى؟ ده ربك اللي هيختار التوقيت المناسب. وبعدين قتلانا شهداء، فاحنا امه النبي شجعان، خد بالك، وبيحبوا يجاهدوا ويتمنوا يموتوا في سبيل الله، وده اللي قلق عدونا مننا. فلا يستطيع ان يواجهونا بالمواجهه، بيواجهونا من خلال تفرقنا، لكن هم اذل من ان هم يواجهوا جيوش المسلمين المتفرقه دي، فما بالك لو اجتمعت وهي متفرقه بيخافوا منه. انتوا بتشوف الجندي الاسرائيلي مدجج بالسلاح وراه طفل فلسطيني في ايده حجر بيجري وراه، والتاني يجري عشان يدور على جدار يستخبى فيه، علشان تعرف ان القران ده صدق الله في قرى محصنه او من وراء جدر، يعمل لك جدار غزه خط بارليف. احنا بنشوف التصرفاتهم دي بنقول صدق رسول الله وصدق رب العالمين في كتابه الكريم، فبنزداد ايمان عليه. ترجمة